diabetes mellitus, we have two types of complications. اللي هي chronic complication والacute. هنا فترة chronic عن الacute شنو؟ الكرونيك شنو مشكلتنا؟ هي اللونج لايف الدايفيكس ميتس راح يتكون لنا شنو؟ الكرونيك اللي هي شنو يعني دمج للتشو ده يصير. الاكيوت شو يصير؟ شنو هي الكومبليكيشن الاكيوت؟ البنات هالة. شنو هي الكومبليكيشن الاكيوت ماديا؟ شنو هي الكومبليكيشن الاكيوت؟ شنو هي عندك هايبوغلايسيميا قدام شوف هو رسم بهو عليها قدام انت اصلا سدونا الباب سدينا عندنا الهايبوغلايسيميا دايبتيك كيتو اسيدوسيس والهايبر اوزمولار نون كيتوتيك كوما واللاكتيك اسيدوسيس ذني ثلاثه من الاخيرات شنو هي يصير بيهم كوما شنو سدي الباب ما سديت يدي فالهايبوغلايسيميا اخذناها شنو الهايبوغلايسيميا شو نصير شو وقت قلنا ذاك الاسبوع شنو يصير عندهم هايبوغلايسيميا باللي منو قلنا يا اما نعطيهم دوز انسولين اوفر دوز لك كومبليكيشن يا اما انه نعطيك اوفر دوز او انه هو شنو طاقة علوة؟ في طاقة شو زي في الكيتو أسيدوس؟ ما صح؟ بعرف لك صح من؟ بعرف من هو شيء يعني؟ ها؟ شنو زي في الكيتو أسيدوس؟ زي في الكيتو أسيدوس صح؟ لا. ها؟ شنو؟ يلا يحيى شنو؟ دكتور الولد يصير كلش يعني يصير عنده السكر يصير عنده كومبليكيشن مال دايبتيك اللي هو شو يصير عندهم؟ الحموضه مال الدم يصير عنده يعني عبد الله يلا عبد الله دكتور يا اخي والله يعني دايبتيك مستحيل ما مر عليه ما سمعان عبد الله مستحيل ها يلا تعالي صادق مع الكيتون بديز بال اي شي سرعته دايفيت الكيتو اسيدوسيس هو شنو هو سبليتد باي انفكشن اور اكوت مايوكارديال انفاركشن اور فوميتنج هو شي سرعته يدخلون يشوف عليك المريض بالمستشفى شنو عنده كوما داخل الكوما شنو هي الكوما؟ زيك وياي زين شنو هي الكوما؟ غيبوبة لوس اوف كونشس ايش بيجي؟ لانه علاقة حلاوة ماما خليهم يركزون هو بيقول كم شيء زين شو يصير عندهم ليش المشكلة انه عندهم الدبل اوف جلوكوز كلش عالي صاعد زين شو يصير بيها هم مرتين يصير عندهم كيتون بدي الليفل مالتهم هم مرتين عالي شو يصير؟ يصير عندهم اسيدوسيس من اسمه دايابيتيك كيتو اسيدوسيس كيتون بدي اسيدوسيس والجلوكوز عالي ويدخلون بكوما ذني الثلاثة شو يصير وياهم؟ يصير عندهم هم مرتين ديهايدريشن هاي اهم شيء بعدين من تعالجوا هذا هو شنو مشكلة الديهايدريشن اللي يصير عنده بيشنت هو ليش يصير عندهم هم مرتين دايابيتيك كيتو اسيدوسيس مو يصير عندهم الجلوكوز كلش عالي بيش اللي سبب الجلوكوز مالتهم ارتفاع يا اما صار عندهم انفكشن يا اما تعرضوا للستريس احنا مو قلنا بالستريس يزيد الجلوكوز ليفل مالت الجلوكوز هاي نفس الشيء هم عطيان شو يصير عندهم يا اما يكون داخل الانفكشن وعنده دايابيتيك كيتو اسيدوسيس واكثر شيء يا تايب يصير عندهم تايب 1
فقلنا الطفل يجي صار عنده فلاونزا دخل في كوما، يجيبوه أهله تجون تشيكوه تشوفوه يطلع هو دايبيتي أصلا بس ما يعرف، أو صار عنده بومتينج. البومتينج شو يصير؟ شنو المشكلة عنده؟ دهايدريشن ولوس أوف شنو؟ ال H هيدروجين عماتي هي سوينا دايبيتي كيتوسيلوس. ال patient who reason no food there is no insulin. أكو ناس تتوقع تقولك إنه أنا أصلا أخذ إنسولين بس اليوم أنا ما أكل إن شاء يعني صار عندي شغل صار شيء ما أكل، فشي يقول لك يقول طالما أني ما أكلت ما أحتاج إنسولين، ما أحتاج شيء هذا غلط، أنا لازم يأخذ إنسولين. فلذلك اللي ما تأكل وما تأخذ إنسولين تدخل دايبيتيك كيتوسيدوسيس. نفس أفضل إنسولين there is increased lipid and protein breakdown enhance the hepatic gluconeogenesis and impaired glucose entry to the cell. شو قلنا؟ هو أصلا ما أكل الجلوكوز ما تفعل عند هايبوغلايسيميا، إيش حفز لنا البريك داون أوف شنو؟ الليبيد. الليبيد من يصير بيه بريك داون شو حيطينا؟ كيتون. وبعدين شو يصير بيه هما تيجلوكونيوجينيسيس، وهو أصلاً راح عند دايبيتيك، إيش راح يصير هايبوغلايسيميا هما تي، ويقلل الدخول مال السكر للسيل، بيزيد السكر ويزيد الكيتون بادي، فيدخل كيتون دايبيتيك كيتو أسيدوس. الميكانيزم بشكل عام هو اللوس اوف انسولين، هو اللوس اوف انسولين هاي الانفكشن، هذا اللي هنا هاي برسيبيتيتنج فاكتور، يعني انه هو شنو فد شيء تحفزه حتى يصير يزيد الجلوكوز مالته، يعني هو محافظ على الليفل مالته الجلوكوز مالته ماخذ علاجه اوكي مستمر وياه، صار عنده انفكشن زيد الهايبرجلايسيميا مالته فدخل دايركت انستراكشن اوف فات تيشو انفكشن، يعني انت لانه انت اصلا الانفكشن راح تقلل الانسولين راح تزيد لك الدستراكشن ويزيد لك شنو الجلوكوز الاثنين فتدخل دي دي كي اي ليش؟ لان انت هايبوغلايسيميا شو راح يحفز لك؟ يصير بريك داون للجلوكاجون الكولاجين كليتها يصير بريك داون جلوكونيوجينيسيس يزيد الجلوكونيوجينيسيس فانت تحاولين تصعدين الليفل مالت السكر يصعد الليفل كلش عالي يصير شنو هايبوغلايسيميا diabetic ketoacidosis. The clinical consequence of the diabetic ketoacidosis is due to شو؟ عندنا أول شيء hyperglycemic causing plasma hyperosmolarity. إحنا شنو المشاكل اللي يصير عنده DKA؟ يعني هو صار عنده DKA ودخل بكوما، ليش دخل بكوما؟ شنو المشاكل اللي إحنا نخاف من عندها ورا ما صار DKA؟ أول شيء شو يصير عنده؟ إحنا قلنا hyperglycemia. Hyperglycemia شو راح يسوي لنا؟ الأوزموتيك فجر ما بين داخل الخلية وخارج الخلية. تذكرون من إحنا قايلين إنه شنو الليفل مال الفلويد وبين داخل الخلية وخارج الخلية يعتمد على شنو؟ على الجلوكوز أو البروتين اللي موجود برا وداخل أو ال صوديوم بوتاسيوم قليل صوديوم اللي حافظنا عليه بالدايبيتيك بالديكي إيه من يصير هايبر جلايسيميا اللي هو مالت الجلوكوز برا كلش عالي فشو يسحب وياه؟ يسحب الفلويد اللي بداخل الخلية فشو يسوي هاي الخلية؟ شو يصير بيها؟ يصير بيها شرنكج البنات اللي هناك وياي لأنه شكلكم صافنين زين فشو يسوينا؟ يسوينا الهايبر جلايسيميا يسوينا هايبر اوزمولارتي يعني انكريز بالاوزمولارتي مال من مالت البلد فيسوينا شرنكج للسيل من ضمنها شنو هي؟ النيرف سيل بالضبط مالت السي ان اس فالدماغ ايش راح يصير بيه؟ الخلايا مالت يصير بيها شرنكج فندخل بكوما هذا سبب مالت الكوما مالت ميتابوليك اسيدوسيس اسيدوسيس ليش يصير اسيدوسيس؟ كيتون بودي يسوي منها اسيدوسيس و الجلوكوز يوريا ليش؟ لانه هايبر جلايسيميا كلش عالي فيصير وياه جلوكوز يوريا زين البلازما جلوكوز كونسنتريشن ار يوجوالي ارينج بين 20 الى 40 تقريبا اذا سمعانين بهم يوصلون 400 ماكسيموم 300 ملي جرام بير دي سي دي تاكيتشي بس بينما وعدنا هسه راح ناخذ التايب الثاني يوصلون 600 فوق الهايبر اوزمولر زين الهايبرجلايسيميا كاوزز جلوكوز يوريا اند هينز ان ذا اوزموتيك دايوريسيس يعني ايش راح يصير عنده انكريز باليورين لوس الفلويد لوس يعني هو اصلا هايبر جلايسيميا وده يصير عنده السيل فيها شرنكج ليش ده يصير بها ديهايدريشن لان هو هايبر اوزمولر وده يفقد سوائل انه ايش راح يصير بالبيشنت يصير ديهايدريشن بصوره عامه ده يفقد سوائل هوايه ليش احنا وعدنا قلنا الجلوكوز هوايه وياه إذا نفقده باليورين هواية راح يسحبه أصلاً من داخل الخلية من داخل الجسم يطلع خارج الجسم يطلع يفقده ويا اليورين يدخل البيشنت بشنو؟ ديهايدريشن
water and electrolyte also lost due to the vomiting which is caused the syndrome increase the fluid depletion. اليوم محمد عبد الله مو موجود وينه؟ ما موجود لان هو عشان يريد الشغلات هاي. هسه مثلا الالكترولايت ليش تتخبط عندنا الالكترولايت؟ ما عندنا قلم. عندنا مثلا البوتاسيوم، البوتاسيوم المكان الاساسي اللي هو موجود بيه وين؟ انتراسيلولر داخل الخليه. والصوديوم اكستراسيلولر. عندنا شنو المشكله اللي تصير؟ احنا الهيدروجين تذكرون من مره اخذناها العام شرحت لكم اياها انه لازم الاشاره داخل الخليه تساوي الاشاره خارج الخليه. يعني هنا بوزيتيف لازم هنا بوزيتيف، هنا نيجاتيف هنا نيجاتيف. احنا شنو اللي سيطر عليها؟ قلنا بوتاسيوم وصوديوم وعندنا الهيدروجين والبيكربونات. زين الH والبيكربونات. احنا من عندنا شنو؟ عندنا اسيدوزيس. معناته شنو؟ قلت الH البيكربونات. البيكربونات اللي هي شنو؟ نيجاتيف. زين وزادت شنو؟ الهيدروجين. لما يصير اسيدوزيس شو راح يسوي؟ راح يطلع البوتاسيوم من داخل الخليه طيب خارج الخليه. بيصير احنا ليش ده يصير عندنا اسيدوزيس؟ هو مو ده يسوي هم البيكربونات، كل البيكربونات ده نفقدها اصلا. زادت الهيدروجين ليفل. لما زادت الهيدروجين ليفل ويا الكيتون بودي ايش سوت لنا؟ سوت لنا اسيدوزيس. الاسيدوزيس شو يسوي؟ انه يطلع لنا البوتاسيوم من داخل الخليه الى خارج الخليه. من يطلع خارج الخليه شو راح يسوي عندنا؟ هايبركاليميا. من صار هايبركاليميا الجسم يحاول يوازن بنفسه، شو يسوي؟ يطلع ويا من ويا اليورين. لما تجي اول ما تطيب للبيشنت اول ما تقيس هي شو راح يطلع عنده؟ هايبركاليميا. لما تجي اذا تاخذ له عنده عينه هو اصلا داخل الكوما يطلع لك البوتاسيوم مالته معلق. اول ما تبدي ويا انسولين وتبدي ويا علاج شبيه البوتاسيوم كل اللي كان خارج الخليه اللي طلع يرجع نوت دخل داخل الخليه يدخل هايبركاليميا لانه فقد هواي بوتاسيوم. فاحنا عندك البوتاسيوم موجب والصوديوم موجب، شلون يطلع لنا الموجب والموجب؟ احنا ايش قلنا؟ الH وال الهيدروجين ويا البيكربونات طلع بالورق. لا الهيدروجين ما فقدناه، احنا اصلا عندنا هيدروجين تمام؟ البوتاسيوم ايش فيه؟ اصلا هو ايش راح يتبادل ويا من ويا البيكربونات؟ البيكربونات ما فقدناه، يطلع برا البوتاسيوم. اوكي لولا مي إرادة ورق يعني قلم صبورة وقلم حتى أشرح لك إياها. دكتورة سهلة دكتور ممكن لأن إنه هيدروجين احفظها بصورة عامة. الأسيد اللي تجي تسوي لك تطلع لك البوتاسيوم من داخل الخلية خارج الخلية. أوكي دكتور ممكن لأنه ممكن لأنه الهيدروجين يكون عال خارج الخلية فيدخل الخلية فالخلية تحاول توازن نفسها. ما يدخل لا هيدروجين ما يدخل لا خارج. احنا بنفقد ليش؟ يعني احنا اصلا الجسم مش راح يسوي اكثر شيء اسمه كومبنسيتوري ميكانيزم. يعني انت اول ما تبدي عندك الهيدروجين الجسم يبدي يصنع نوع بايكربونات. بعد ما يصنع بايكربونات شو راح يسوي؟ يطلع البوتاسيوم من داخل الخليه خارج الخليه. شو استفاد؟ يعني هذا الميكانيزم راح اشرح لكم اياها على يمكن مو المحاضره الجايه اللي بعدها اشرح لكم اياها بالتفاصيل من ناخذ الرينا ان شاء الله. لازم حتى تقلل الاسيديتي. تمام بالضبط. هي بس احفظوها كمبدئيا الاسيديتي كل ما زادت الهيدروجين برا الاسيديتي شو راح تسوي؟ نطلع لنا البوتاسيوم من داخل الخليه خارج الخليه. صارت هايبركاليميا شو راح يسوي الجسم؟ يفقدها باليورين العمودي يحافظ على الهضم مالت البوتاسيوم. مجرد ما رجعنا احنا الهيدروجين والووتر وما اعرف شنو يعني بدينا علاج وياها شو راح يصير؟ راح يرجع البوتاسيوم وين؟ داخل الخليه. شو راح يصير عندنا؟ هايبو. لازم تبدي تعطي وياها بوتاسيوم. مو من اول مره يعني اول مره تحوض الهايدريشن تسوي له وبعدين تنطي انسولين وتعطي البوتاسيوم. يعني هسه نجي هاي مالتين احنا علاج مو مطلوب عندنا يعني كبايو كيمستري انا ما اعطيكم علاج ما يخصنا احنا عندنا التحاليل مالته بس ينطوكم اياها بعدين. دائما انت اول ما تبدي تعالج الدي كي اي شو تسوي له؟ اول شيء تسوي له الهايدريشن تعطي فلود بكميات كلش هواي. ليش؟ لانه هو فاقد فلود كلش هواي. لازم عنده هايبر اوزمولارتي. ثاني شيء تنطي انسولين وتنطي بجرعة عالية تنطي بجرعة كلش بسيطة
تبدي شويه شويه تزيد. ليش؟ لان انت اصلا ايش صاير بها الخلايا مالت السيل مالت البرين صاير بها شرينكج. من تجي راسا شو تسوي بها؟ تنفخ. شو يصير بيه؟ يدخل ب شنو؟ ب سي في اي تقدر تقول. لا يصير بها هيرنيشن يسموها هي بعدين. مو ينفخ الخلايا مالت الدماغ؟ يضغط شو يسوي؟ على يعني هيجي يصير لها هيرنيشن تنزل وين؟ بالفتحة هنا والسباينال فيدخل مشاكل كلش قوية. فأنت شو يقول لك؟ يقول لك بتجي تعوض الفلويد شوية شوية، نزل الجلوكوز هامتين شوية شوية يعني بالبطن، وتخليه على مونيتورنج. البوتاسيوم تعطيه في الثالث باينت تذكر حسب ما أتذكر. علاوي لا ماما، الثالث باينت مالت الفلويد من نعطيه وراه نعطيه بوتاسيوم هيجي. هي شوية يعني علاجه يراد له هيج تشارتنج تدخلون. انت العلاج مالتكم هسه احنا ما مطلوب، يعطوكم اياه جماعه الباطنيه، يعطوكم اياه بعدين تاخذوا بالكلينيك. بس انا بالنسبه لي بنعطيكم هسه بس شنو الميكانيزم مالته، شنو اللي يصير فيها وشنو الكومبليكيشن اللي يصير، او يعني شو نسوي تشخيص تحاليل. عندنا شو قلنا؟ قلنا هيمو كونستريشن هم ما قلنا شنو ليش؟ لانه دا يصير اصلا فلويد لوس، يصير هايبر اوزمولاريتي مالت الجلوكوز عالي. علاوي اكسترا سيلولار اوزمولاريتي هم ما كان شيفتنج اوف ذا ووتر اوت اوف ذا سيلولار كومبارتمنت، هاي حكيناها. لوس اوف ذا ووتر اوف ذا سيربلاستير هم ما حكيناها. ريت اوف ذا لايبولايسيس انكريز ليش؟ بيكوز اوف ذا ديكريز اوف ذا انسولين اكتيفيتي. فمور فري فاتي اسيدز ار برودوس ذان كان بي ميتابولايزد باي بريفرال تيشو. فري فاتي اسيد ار ايذر كونفرتد تو ذا كيتونز باي ذا ليفر اور لوس اوف ذا or less immediate clinical importance and incorporated as the endogenous triglyceride into the VLDL. يعني احنا شنو المشكله اللي صارت لنا هماتين؟ ما عدا انه احنا الفري فاتي اسيد ايش راح يصير بيها؟ تتحول الى كيتون. فالكيتون راح تشوفوه اصلا تشتموه مثل الاسيتون، مثل الاسيتون من ريحه النفس مالت المريض. عدا هذا انه ايش راح يصير؟ هماتين انكريز ال VLDL والكوليسترول. فشو يسوي لنا؟ هايبر كوليستروليميا. أنا على المدى البعيد احنا هاي مو اكيوت، شو يصير بيه؟ يصير عنده اثيروسكليروسس. زين؟ هم ماتين بس هاي يعني المشاكل مالتها بعيد، هن كيتون مالتها هم ماتين عالي. التأثير مالت الليبيد، احنا مو قلنا الانسولين قليل؟ الانسولين من قليل شو راح يسوي لنا؟ يكسر لنا الليبيد. اللايبولايسيس ايش راح يسوي لنا؟ يعطينا فري فاتي اسيد هوايه. الفري فاتي اسيد الجسم ايش راح يسوي له؟ يوديه للليفر. الليفر شو يسوي؟ يحوله الى كيتون بودي حتى يقدر يستفاد من عنده كمصدر للطاقه. تمام؟ فيزيد عندنا الكيتون بودي بالليفل مالته كلش عالي، فاذا كان نسميه دايبيتيك كيتو اسيدوسيس. كيتون مالته كلش عالي. اكو لا ما تتحول بس كيتون بودي، اكو حولوها المن يحطوها شنو معك؟ زين يلا يوم الاثنين حتى اكمل انا هماتي اعزمكم كليتكم. ف الكيتون بادي هماتي مو بس تتحول كيتون، اكو شو تسوي؟ هي سووها في ال دي ال تتحول الى في ال دي ال وكوليسترول ترايجليسرايد. ذن ايش بيها؟ تصير بيها بريسبتيشن وين؟ الفيزلز. شو سوينا؟ يكون قرايبس للمناقشة. وش يصير وياها؟ يصير وياها اثيروسكليروسيس. بس هاي ايش بيها؟ هاي لونج تيرم كومبليكيشن، يعني مو اكيوت مثل الدنيا. زين؟ اختصاص باي. ها؟ الدكتورة البارحة جتني اختصاص باي هي فسلجة بس ما شرحت لنا باي. من هي؟ زينة. زينة؟ ايه. ساعة مصير تشرح الباي والبي ال دي ال. هو عادي ترى الفسلجة والبايو ناس داخلة بناس كلينيكال بايو كيمستري، يعني هي داخلة ويا كلها. حتى الأدوية هم ماتين نبات يطلقون. هيدروجين اير برودوس وذ ذا كيتون اذر ذان اسيتون.
بفر بايدر لازمه باي كربونيت. شوفوا هي هاي يسموها قلت لكم كومبستري ميكانيزم بالصير. However, when their rate of production exceeded the rate of the bicarbonate generation, the plasma bicarbonate. يعني شنو؟ احنا اول شيء شو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا كيتون بودي. كيتون بودي شكو وياه؟ هيدروجين ايون. الهيدروجين ايون البنات اللي هنا كلهم مركزين وياه على يعني انا لو ما متوازي ما جبته وياه، تاخرت وجبته وياه ولا انا شو متعب؟ بس يلا. زين؟ راح يسوي لنا كومبنساتوري ميكانيزم. شو يسوي؟ يبدي يصنع لنا بايكربونات. ليش؟ حتى يوازن الهيدروجين ليفل. بعدين بنقوم انه ما يقدر يسيطر، يوصل الى درجه ما يقدر يسيطر فيها عشان لقيته وهو اصلا محروم من عنده. اي فشنو شو راح يصير عندهم؟ يبدي الهيدروجين يصعد والبايكربونات ينزل. يعني بالبدايه شو يبدي؟ يبدي الجسم يحاول يصنع بايكربونات حتى شو يسوي؟ حتى يوازن الهيدروجين. بعدين من يقوم ما يقدر يسيطر على نفسه، يعني ما يقدر يسيطر على ليفل مالت الهيدروجين العالي، يبدي ينزل بايكربونات فيصير عندنا اسيدوسيس. زين الاودر اوف ذا اسيتون ايش قلنا؟ ممكن نشتمه بالبريث. شو يصير عنده؟ يكون عنده اسيتون بريث. هذا الدايجنوستيك كاركتر مالته. البلازما بوتاسيوم كونسنتريشن ماي بي رايز قلنا ليه؟ secondary to the metabolic acidosis before the treatment is started. This is due to the failure of the glucose entry into the cell in the absence of the insulin and because of the low glomerular filtration. Despite the hyperkalemia there is total body deficiency. قلنا احنا بنقيسها hyperkalemia بس total body content شكد تكون hypokalemia. ليش؟ قلنا راح يفقد قطع خارج الخلية. من الخلية راح يصير وين عندنا هذه؟ عدا ها ممكن يكون جماعة الرينال فيلر. احنا مو قلنا من ضمن ال complication of the DM انه يصير عندهم رينال فيلر؟ يعني اذا هو عنده رينال فيلر وعنده شو يسمونه DKA الكيتون البوتاسيوم اصلا ما راح يطلع. ايش راح يصير بيه؟ يبقى يصير عنده هايبر كالمية. احنا بدنا نحكي بالناس الطبيعيين. يعني يا جماعة أو الرينال فيلا ما تجي تعطيه بوتاسيوم، هو أصلاً عنده بوتاسيوم عالي أوريدي. زين؟ دكتور هسه هايبر كاليميا إذا كان رينال فيلا أو هي من جنرال إذا كان نورمال احنا لا، أنت أي واحد ديك أي تجي تقيس له قطع هايبر. ليش؟ لأنه شكل من الإنترا سيلولار للإكسترا سيلولار. زين؟ من بعدين أول ما تبدي وياه علاج بس هو بصورة عامة يعني هو هايبر من تجي تقيسه. بس هو اصلا المخزون مال الجسم مالته كل يبقى قلع صار عنده ديفيشنسي. ليش؟ لانه فقده ويا اليوم. بس مجرد ما تبدي وياه علاج راح يرجع نفس الشيء. شفتي من الاكسترا سيلولر للانترا سيلولر راح يدخل بهايبوكاليميا. تمام؟ فانت تعطيه هاي جماعه الرينال فيلر صار بشفتي من الاكسترا سيلولر بس ما صار بفقده ما يطلع ويا اليوم. هذا بس طيب فانت اصلا ما راح مو مثل الطبيعي راح يفقده راح يبقى هايبوكاليميا. تمام؟ هنا هذا clinical finding والunderlying abnormality. الfinding عندنا clinical اللي قلنا شنو هي confusion and later coma laryngitis قلنا انه hyperosmolarity. hyperosmolarity شو راح يسوي؟ يسوي shrinkage بالخلايا مالت ال CNS فيدخل لنا اياها بكوما. زين بصير عنده confusion مو كل الناس تدخل بكوما. يعني نوبات يجي بس انه هو شنو فاقد هاي مالت التركيز. confused. زين؟ ممكن عادي يعني تحسب الليفل مالت الجلوكوز مالته يعني كل ما يكون اعلى كل ما يدخل الكوما. عندنا الهايبر فنتيليشن هو كوز مال ريسبيريشن. هاي بعدين تجون تاخذوها انواع مالت الريسبيريشن بالباطنيه تبدي تاخذ الباطنيه وتاخذ انواع الريسبيريشن. لا اي بعدين بالريسبيراتور راح تاخذوها انواع الريسبيريشن من ضمنها هاي كوز مال ريسبيريشن يكون كلش سريع يعني هيك شلو سريع. شنو يعني شلو؟ زين بسرعه يتنفس بسرعه وقليل ما ياخذ نفس طويل. يعني اكو ناس شو يسوي لك؟ يسوي لك هيك
هذا نفس بس بطيء. لا هاي شلو سريع. هاي يسموها هاماتية. منين ليش ده تصير؟ صار من الميتابوليك اسيدوسيس. الميتابوليك اسيدوسيس هسه بعدين راح احط لكم اياها ان شاء الله ويا رينا هاماتية. احنا من صار عنده اسيدوسيس شو نسوي؟ نريد بايكربونات. فالبايكربونات شو نسوي لمين نحصله؟ CO2. فانت من يصير البريثنج كلش سريع شو راح يسوي لنا؟ يبقي لنا CO2 حتى شو تحوله؟ تحوله الى بايكربونات. خليها بعدين اشرح لكم اياها هاي لانه هاي شغلات كلش طويله وعويصه يعني مو سهوله تفهموها. اشرح لكم اياها ويا جماعه الاسيدوسز ويا رينا. عندنا هما تي ساين اوف ذا فوليوم ديبليشن. عندنا ازموتك ازموتك دايوراسيس يعني يجيك دايخ عنده هاي فورتيشن. زين البلازما ايش راح يصير عندنا بالبلازما؟ طبعا هذا الجدول مهم لان احنا جماعه الكيمياء احنا اللي يهمنا هذا التحاليل مش راح نلقى فيه وشنو السبب مالته. البلازما عندنا هايبر جلايسيميا. ليش صار عندها هايبر جلايسيميا؟ لانه عنده انسولين ديفيشنسي. عندنا لو بلازما بايكربونات. ليش؟ لان عنده اسيدوسيس. عندنا انيشال هايبركاليميا. ليش قلنا؟ قلنا شفتك من انترا سيلولار للاكسترا سيلولار. عندنا يوريميا. يوريميا ليش؟ لانه هما تي عنده ديهايدريشن. ديهايدريشن فقلت بس عندها يوريميا يحولها لسيوريميا. يعني شنو يوريميا؟ يعني يوريا ليفل. شنو؟ يوريا ليفل. يوريميا يعني اليوريا والكرياتينين انكريز باليوريا ليفل. فليش اول شيء شو صار عندنا هنا موجوده الجلوكوز لا بقى اليوريميا ليش اول شيء احنا هياتها موجوده قدامكم شوفوا ما يوريميا ديكريز بالجلوميريا فلتريشن رايت. ليش؟ لانه اول شيء احنا ايش قلنا راح يصير عندنا ديهايدريشن. الديهايدريشن شنو معناته؟ البلد اللي دا يروح للرينال شبي قليل فايش راح يصير بها؟ يقلل الفانكشن مالتها كأنما الستينوسز جماعة الستينوسز يعني كأنما بادي رينال فايلر بس قليل بعد بدايته هيك شيء. فش يسوي بيه؟ نفس الاسكيميا بالضبط نفس الاسكيميا. فش يسوي؟ يقلل الفانكشن مالت الرينال بيزيد اليوريا. اوكي عدها هم شنو مشكلة اليوريا من تجي بعد؟ بريك داون مالت البروتين. احنا شلنا عندنا الانسولين ما موجود مش راح يزيد لنا بريك داون مالت الليبيد ومال البروتين. هو زين البريك داون مالت البروتين ويقلل الفلتريشن ريت مالت الكدني. فش يسوي لنا؟ يزيد لنا اليوريا. اوكي اقتنعتوا؟ احنا اليوريا من جايتنا؟ اساسي بريك داون اوف بروتين. احنا ايش عندنا بالدي ان؟ قلل الانسولين فزيد لنا البريك داون مالت البروتين معناته انه شنو؟ احنا تصنع يوريا بكميه عاليه. وهي متى تصير هي فلتريشن؟ احنا وين نتخلص منها؟ عن طريق الكدني. الكدني ما تعمل تشتغل زين طبعا عشان شنو اليوريا شو حيصير بها؟ البروتين صار عالي. ها بنات وياي لو لا دكتوره يعني شنو اوزموتيك دايوريسيس؟ احنا مو قلنا الجلوكوز ليفل مالتنا عالي ايش راح يسوي؟ راح نفقد عن طريق شنو؟ اليورين. راح يطلع ويا اليورين. من يطلع ويا اليورين غير ياخذ وياه فلويد فيصير ديهايدريشن. هاي اوزماتيك دايوريسيس. باليورين ايش راح يصير عندنا؟ عندنا جلوكوز يوريا هماتين. ليش؟ لان الجلوكوز مالتنا عالي لان الانسولين ديفيشنسي. والكيتون يوريا هماتين. كيتون من جايه من بريك داون اوف ذا ليبيد هماتين نفس الشيء. ترى بالمناسبه ترى هو مريض والعينه ملتهبه فحياه دي يعني يصير عندنا اليوم هاي ليش دعوة؟ هايبر اوزمولر من كيتوتيك كوما. عندنا الانواع الثانيه مالت الكوما. الكوما اللي يصير عندنا بالدي ام جماعه الدي ام شنو هي؟ اربع انواع. هذا دائما سؤال يجي شنو التايب اوف كوما اللي موجود عند البيشنت بالدي ام؟ اول واحد الهايبوغلايسيميا تفكر بيه. ثاني واحد شنو؟ دي كي اي. ثالث واحد شنو؟ هايبر اوزمولر. رابع واحد شنو؟ سي بي اي. يعني احنا شلنا إن جماعة الدي ام شبيهم انهم هاي ريسك اوف سي بي اي. شنو سي بي اي؟ هذا جطه بالدم. زين فاحنا جماعة الدي ام يجيك ان كوما تفكر بيها دني اربع اسباب. هاي اول شيء هايبر اوزمولر نانكي دوت كوما. نفس الدي كي اي بالضبط بس
شنو الفرق بيها؟ الليفل مالت الجلوكوز كلش اعلى وما بيها كيتون. شو يتوقعون؟ يتوقعون انه الثيوري مالتها انه يتوقعون انه الانسولين ليفل مالتها ديكريز الى حد انه هو يرفع الجلوكوز بس يعني الليفل مالته بعد كافي انه شو يسوي انه يوقف لنا البريك داون مالت الليفل. يعني بعدها يشتغل على الليفل مو كلش منخفض زايد. يعني بعد الجلوكوز يصعد بس الليفل لا ما يسوي بريك داون. هاي يتوقعون يعني هي مو اكيدة. هو اصلا الكوز مالتها يقول يعني انه فالديابيتك كيتو اسيدوسيس there is always the plasma hyperosmolarity due to the hyperglycemia and many of the symptoms including those of the confusion coma are related to it. However, the term hyperosmolar coma or pre-coma is usually confined to the condition in which there is marked hyperglycemia but no detectable keto acidosis. يعني hyperglycemia كلش عالي أعلى من DKA كلش أعلى من DKA يعني 600 فوق بس ما بيهم كيتون بودي ما عندهم لا كيتو اسيدوس ما عندهم كيتو اسيدوس. reason of this is different presentation is not clear. مثل ما قلت لكم انه هو السبب ما تكون كلش واضح ما يتوقع بس يتوقع suggested that the insulin activity is sufficient to suppress the lipolysis but insufficient to suppress the hepatic gluconeogenesis. يعني شنو؟ يعني هو الليفل مالت الانسولين قليل الى درجه بس مو درجه انه هو يسوينا كسر الليبيد. لا هو موقف التكسير مالت الليبيد بس ما موقف الليبل مالت الجلوكوز جينيسيس. هذا يسوي تايب 2 هذا يسوي تايب 2 اكثر من تايب 1 هايبر اوزمولا. انواع الكارتي انواع الهايبر كوما الكوما اللي ممكن يصير للبيشنت اوف كير. شنو واحد بيشنت اجاك للطوارئ كوم قالوا لك هذا عنده سكر شنو هو شي يفكر بيه؟ اول ما جيت على السي بي اي اول شي واخطر شي تفكر بيه اول واحد يحط بباله هاي فوق لايسيميا تجي سويت لانه هو الليفل مالت الجلوكوز ما طلع الليفل مالت الجلوكوز ما طلع عالي من طلع عالي معناته شنو؟ يا اما ايه يا اما هايبر اوزمولر او ممكن سي بي اي ترى حتى السي بي اي يطلع الليفل مالته عالي مالت الجلوكوز ليش؟ يعني ستريس هم معطي فانت عاد بعدين تجي واحد واحد تسوي فهي عندنا يا اما دي كي اي يا اما هايبر اوزمولر يا اما هايبوغلايسيميا يا اما سي بي اي صار عندك جلطه بالدماغ. هايبر اوزمولر انكيدوتيك كوما are known may be referred to as a hyperosmolar hyperglycemic state زين هم معطي هاي التسميه الثانيه and may be of the sudden onset. It's more common in older patients. ناكل أكثر شيء DKA صار الأطفال. The plasma glucose concentration may be exceeded 50 millimol. كتير كمية فوق. The hypernatremia due to the predominant water loss more common found than the ketoacidosis and aggravated plasma hyperosmolarity. هنا أنا شو صار عندنا الهايبروزمولارتي مات السيل مات البلاد كلش عالية. ليش؟ لأن الجلوكوز كلش عالي يعني 600 فوق كلش عالي. سيربلاسيلولار ديهايدريشن which is contributed to the coma may be cause hyperventilation هماتين إنه هو صار عنده ديهايدريشن فيصير عنده hyperventilation. ناكل hyperventilation مين جاية؟ من الأسيدوسيس respiratory acidosis although that sometimes is plasma lactic acidosis may be rise. هنا شو صار عندنا respiratory acidosis هم نرجع نشرح لكم اياها ويا الاسيد بيز بالانس. عندنا الاسيدوسيس والاكيلوسيس ما تجسمي اما ميتابوليك يا اما respiratory. قلنا اللي سيطر عليها يا اما كدني سيطر عليها يا اما التنفس يعني CO2 مجرد ما احنا نحافظ عليه المبقي من الجسم مش راح يتحول الى بايكربونات فايش سوينا كيروسيس. فاحنا بدي صار لنا هايبر فنتيليشن بسرعه هم ما تيش راح يصير السي او 2 مالتنا شبيه يبقى ايش راح يصير بيه صارنا كيروسيس. ما صارنا كيروسيس مو اسيدوسيس لان كيروسيس بس ممكن شو صار لنا هم ما تيش ممكن يصير عندنا لاكتيك اسيدوسيس. يعني ايش قلنا انه هو لاكتيز زين ليش صار لنا لاكتيك اسيدوسيس ترى عندي روبيك يسعدني بطل عندي روبيك يسعدني
سر بلا سر دي هذا شنو وش إزها قلناها همانتين ما بيرجع فوق ده مين تبغى كأسيدوس إذا عدس ميكس أسيد بيز دستروبيا هذه الأسيد بيز إيش تحطين هو هي الأسيد بيز كلش صعبة وأصور يعطيكم هذه بس لجها همانتين دكتور عادل هذه حاولوا تركزون وياه من يعطيكم أسيد بيز بالانس لأنها كلش صعبة هنا أنا لأنه صار عندي هيدريشن بالسيرباسيال بالسي إن إس بالدماغ السيال مالته مو صار فيها شرينكج فالسيال ترى مالته السيطرة على الريسبيريشن شبي يتخربط فيساعدش هايبرفنتيليشن لاكتيك أسيدوسيز مالتين أكو في التايب الثالث هو شنو يساعدنا لاكتيك أسيدوسيز هم من الكومبليكيشن مالت الدي إن لاكتيك أسيدوسيز كان بي كوز هاي أنونيان كاب ميتابوليك أسيدوسيز أند كوما الانونيان كاب اللي هي شنية اللي هي الفرق ما بين البوزيتيف والنيجاتيف اوكي احنا اكثر شيء نسويها هي ما بين شنو الهيدروجين والبيكربونات والصوديوم والبوتاسيوم مو اكو لازم السالبات تساوي الموجبات اكو بيناتهم فرق يسموها انونيان كاب ما بين السالب والموجب احنا بالميتابوليك اسيدوسيس راح ايش تسوي انه يزيد لنا الهيدروجين يزيد الموجبات فصار عندنا الموجبات اعلى من السالبات بكوايه يسموه هذا الفرق بيناتهم يسموهم انونيان كاب تمام انا نرجع نشرح لكم اياها ولا اسيد بيز بالانس هسه بس تفهمون هيك لانه هاي قلت لكم الاسيد بيز بالانس شوي صعب maybe due to the use of the metformin of the certain situation such as high dose and very elderly those with renal liver cardiac failure and those of dehydration هاي اصلا يعني مو كلش مهمه اللاكتيك اسيد بس قليل تصير قلت لكم يا تصير ويا الكبار يصير عندهم جماعه رينال فيلر او الليفر ديزيز او الكاردياك فيلر يصير عندهم مهمتين مشكله بالميتابوليك اسيدوسيس other causes of the coma in patient with the diabetic mellitus قلنا يعني قلنا هذا النيش الاربعه حماتين اسباب عداها سيربرو باسكولار اسيد اكسيدنت يعني هون احنا قلنا جماعه الدي ان ايش فيهم صار عندهم هاي ريسك اوف ذا سي في اي فيصير عندهم حماتين كوزز من عندها اول شيء عندنا السيربرو باسكولار اكسيدنت اللي هي سي في اي دائما يقولوها سي في اي زين جلطه بالدماغ اثنين شعرنا دايابيتك مش كان بي اوف كورس هاف ا كوما اوف ذا اكزامبل دراج اوفر دوز يعني هو حال اي انسان ثاني ممكن ياخذ ادويه بجرعه عاليه ويصير عنده كوما ممكن يصير عنده اي سبب ثاني اللي ممكن يصير للناس العاديين يعني ومور ريسك اوف ذا دايابيتك نيفروباثي اند رينال فيلر جماعه النيفروباثي شو يصير بيهم يوريميا اليوريميا شو تسوي لنا يوريميك كوما تقل وتروح وين الدماغ تسوي لنا هماتين كوما فاحنا من جماعه يعني الكوما اللي يصير احنا مثلا هسه اذا اجيب لكم كيس بالمناسبه انتم كلينيكال باركن صفه ممكن تجيكم كيس ما تحبون الكيسات ولا كلش احلى كلش احلى وفيها شغلتكم وهاي احسن يعني اذا جبت لكم كيس انه هو عند هيستوري مالته دي ان والليفل مالته الجلوكوز مالته هيلد وطيتكم اياه محير مثلا هاي اعطيكم حتى ما اقول لكم دايجنوزز يعني لانه دايجنوزز يا اما تجيبه بالفتي او ما تجيبه بالفتي تقول شو دايجنوزز البيشنت هو عنده هيستوري اوف ذا دي ان الليفل مالته الجلوكوز مالته هيلد وهو داخل الكوما شنو هي فتجي تحطهم يعني ديبريشن دايجنوزز اول شيء شو تقول هاي مو تقول هايبوغلايسيميا انا ناطتك الهايبرغلايسيميا انا ناطتك اللي فضمت بلوكوز ما تعال فالهايبوغلايسيميا نستبعدها هاي طاقه هاي دي كي اي ممكن الهايبرغزمولر زين اذا طفكم مياه العمر مالته طفل ما راح تقولوا لي هايبرغزمولر تطون دي كي اي اذا 30 وفوق يعني مثلا الطفل وتقول سي في اي يعني تبعته كلش ضعيفه اصلا ما يبقى مو لا مو تايب تايب 1 بس إيه يعني مستحيل يصير عنده مثلا سي في اي قليل نادرا يعني مستحيل بس قليل نادرا بس مثلا اذا انطيتك عمره 30 وفوق سي في اي دراج اوفر دوز رينال فيلر صار عنده نيوم صار عنده هيماتين يوريميا وصار عنده سي بي اي قلنا والهايبر اوزمولر والدي كي اي الهايبر اوزمولر ليش بصير ها؟ ايش قلنا؟ قلنا هي تصير بالطيب ممكن تصير ما اقول لك انه بس شو هاي تحلف عليه انه هو ماكو بس يعني هو قلنا اكثريتها بالاولد ايج ما تصير يعني
اي درج عادي يعني مو ماله علاقه يعني واحد ينتحر مو اي درج عندك تلميس فورمين في مجال اي درج ثاني اخذه يعني يسوي داعش عاليه ويسوي دخله كوما يعني اخذ اي هذا دخله كوما بس مو من هذا واخذ جرعه كامله اخذ ما ادري ايش قد هذا واحد ينتحر البنات بتنتحر هواي بنات كيف يكون عليهم بالطوارئ وتجون تسويهم غسل معدة تلعبون بهم طوله زين ترى احنا عادي يعني احنا وقتها بنية كانت ويانا رسبت صارت بنت بحال ورانا ويعني راحت هي بعد ما تخرجت وصارت الله يذكرها بالخير تخرجنا وتعينا وصلنا بالطوارئ والبنية ما ادري ايش بيها صايره مشكلة عندها وبالقسم الداخلي وبالعة ما ادري ايش كم شهرت ما ادري وجبها هي بعدها ما بيها شيء يعني زينة على اساس محاوله انتحر يعني وجينا احنا دايم تبيك الراسه تسوي غسل معده يعني هي ودفعتنا كانت فانتوا عادي يعني هواي الطلاب الطبيه ينتحرون بنات الطبيه هي هذا لا هذا هيك دا يتذلل يعني ليش يشرب ادويه خصوصا مثلا اكو وحده مره مشاربه شريطين مال الاوميجا 3 هاي وقتها ما في شيء مش طلعتونا من هذا بيش الساعة بس هي بطلعكم بس سلايد يمكن أي سلايد مرة هم في شيء نصف خامس روحون دامون نفسية فكان أخ ولد يجي من بلدات خطية يتعالج ما راح أقول لكم حادث شنو كان بس شيء يعني الله يذكره لا خطية والله يعني إنه هو كان كلش محاول يعالج نفسه يعني غير فيتعلم من بغداد يجي لنا هنا للاستشارة على كل دكتور هنا فكان يحكي لنا حالته انه اني اهلي يعني ما يريدوني وعوامي ايش سووا بي وما ادري من ايش سووا بي وهذه فقال انا حاولت انتحر ست مرات شو نسوي هاي من هنا يجرح ايده من هنا هاي تشذبون على بس بلا ما يستخدمونها خاف تريدون تنتحرون هاي ما يحتاجون مرة قال مرة شديت ربوتي ربطة ما أدري شنو حبله وعلقته بالبنكين صايحة بن عمته قال لها ادفع الطبلة الجواية هو ما يسجل يدفعها هذاك صايحة له جاينا هتات مرة والله بعرف لازم حكم عليهم ترى خطية هو كان كلش مساوي يعني شو تسوي يعني ترى إرادها جهر يعني ورا جايش يعني قاري بالإنترنت إنه اللي يدفع 80 يدفع هو بالوريد فيقول والله شو تسحب سرنجة كاملة طبعًا هو شكد الهواء تعرفون شكد الهواء اللي ضرب الوريد يعني يعني فشي كل شيء هو لا 100 سي سي الله يصير هو يدفع 5 سي سي خطير فاجى يسأل كان يقول زين هو كمية الهواء شو قد ادفعه؟ هو ايش لازم اقول لك يعني؟ لا بس تقول له ايش قد ادفع هواء حتى انا اموت يعني؟ فخطية يعني ذاك كان كلش يقهر بس يعني هو شافها خمسة اعدادي تعرفون خمسة اعدادي كلش صغيرة يعني. هذا مراهق. اي تغير. لقيت فيديو. هذا انتحار ولا لا؟ انتحر خطية. يعني هو ده يحاول يعالج عشان نفسه. بس والله كان شاطر كل الشاطر يعني المدرسة شاطر وهذه يعني بس خطير الأمراض النفسية ترى فما بيكم واحد يريد يروح يدرس نفسية وضع حلو لا لا حلو والله تفكرين وشطار يلا هسه هنكمل بسرعة ترى أنا عارفة هاي برا هاي قلنا هذا شنو مهمة اللابراتوري فايندينج قلنا شنو هي بالهايبوغلايسيميا والكيتوسيس هاي حكيناها نحن كليتها بس هاي مختصر مفيد كليتها حاعطيكم اياه شنو ب تيبل علاوي تعال ننزل
فهذا تيبل كل تي يختصر لنا كل لا فايندينج اللي موجوده بكل الكومبليكيشن مالتن دايابيتس تابس رجعوا تقرا تراجعوا يعني نفس الحكي اللي حكينا الانيشال انفستيجيشن اوف ذا بيشنت وذ ذا بريزنتنج ان كوما اول ما يجيك بيشنت انه هو داخل للطوارئ وبيه كوما شنو اول شيء نسوي هي اول شيء نحط دم تشيك له الجلوكوز بوتاسيوم صوديوم يوريا وكرياتينين بايكربونات وارتريال بلاد غازز احنا طبعا هاي بلاد غازز ما حد يشيك احنا اي احنا كل اللي نسويه بالطوارئ اللي عندنا امكانياتنا اللي هي جلوكوز بوتاسيوم صوديوم حتى بوتاسيوم صوديوم نبات مثل جوه يوريا كرياتينين ممكن تلقاها بدي موجوده زين بنسوي هندني هاي الاساسيات بعدين نجي دراكسكرين از اسبرين باراسيتامول از هذه اللي انه ممكن يكون اوفر دوز اللي هي عمات احنا ما نسويها ما لنا علاقه احنا مستشفياتنا كلش ما فيها ديترمينيشن اوف ذا بلازما لاكتيت عماتين يعني ممكن يطلع الجلوكوز مالكم ليفل مالته عالي او انه مو دكي ولا هايبر اوزمولار فشو تفكر تفكر باللاكتيك اسيدوسيس بتشوف تقيس البلازما لاكتيت بعدين شو تسوي نسامبل اوف ذا بلاد كيتون عماتين نقيس الكيتون مالتنا شكيف راح ذا اسيسمنت اوف ذا بلاد جلوكوز كونسنتريشن ماي بي اوبتين باي ذا بين بوينت يعني احنا نوبات من الطوارئ خصوصا هسه انتم تشوفون دائما اكو بالطوارئ ناطيكم هذا الجهاز اللي هو شنو التشيك بوينت اللي هو هذا الصغير مالت البيوت يعني نفسه موجود عندكم بالطوارئ ابو الشرايط انت شو تسوي اللي يجيك بيشنت هو عنده هيستوري مالت جلوكوز يعني دي ان قبل لا تسحبني عند الدم وتنطيه وتروح وهذا لانه هايبوبلاسيميا قلنا احنا لازم بسرعه تعالجها فشو تسوي له تشيكه وخاطئ تشيكه بسرعه بس انت ما تعتمد عليه ما تعتمد عليه راسا وراها خلاص انت تسحبني عند الدم وتدزني المختبر يعني هذا ما يغني عن اللونج ميثود زين هايبوغلاسيم تنطين تنطين هايبر اوزمولار اي تنطين هايبر شو يسمونه علاج وتنتظرين النتيجه دقائق ولازم رسم تعالجه يعني انت خلال دقائق هو اول ما تسحب له شوف رسم تشكيه طلعت هايبوغلايسيميا انطي انطي ما قدرت تسوي له همينه انطي انطي وشوفه لانه العلاج ما ترى راح يبين يعني مجرد ما تدفع له الجلوكوز بالهذي بعدك انت ما كملت الاسترنجه مالتك وصحصح قاعد راسه يقعد هذا هايبو راسني يقول راسه بالثانية فأنت إذا ما عندك هذا تشيك بوينت لما يدفع يعني حتى تكون بالسيف سايد جرب راسه نطي هايبر أوزمولا نطيت هايبر يسمونه الفلويد إذا قعد أوكي هذا هايبو راسني ودزت حالي إذا ما قعد هذا هايبر فهم دزت حالي لو شايف وراه ما خسران خسارة هو 400 إذا صار نوب 100 شوية نوب ما راح احنا نسحب من دم قبل ما نطي الفلويد وتشيك اللي عنده هايبر ورا الشرايين شلون؟ احنا نسحب من دم قبل ما نطي بس حلقة تشيك مال الشرايين ونطي ونطي واذا تاخرت ما عندك همتين عادي زين؟